عسلامة عسلامة، شنحويلكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة، وربي يحفظكم الناس الكل من الأمراض ومن كل شر يا ربي، ويعطيكم ما تتمنوا. اليوم الغصيت متاعنا بيتزا، نعم بيتزا في 15 دقيقة. إجا تبعوا معايا وشوفوا كيفاش. باش ناخذوا طبق ونحطوا في وسطه الزيت والفاح متاعنا اللي هو كليل وزعتر وحبق. قلت لكم في الغصيت بتاع الاندومي، فيديو بتاع الاندومي منين خديته دونك، ومش نحي الزيت بخاطر ما حشيش بها يجي الخبز زيت مزيت دونك. ومن بعد ننظم الخبز البيت نتاعي. هذا الخبز البيت اللي احنا غلبيتو يا نعمو شابلوغ، يا اما سلطة بلانكيت، يا اما يطيش دونك. هاي استوس فيت في نركبو عشاء وقت اللي ما عينيش نطيبو وما عينيش باش نعملو حاجه دونك، فيزا فيزا نحطو عشاء. بهذه صوص بيتزا، انا في الجمعه نطيب صوص بيتزا ومزيد وحبيها في الكونجيلاتور وقت ما نستحق نجبدها دونك. وقصيت الفلفل والبصل والطماطم دي رونديل دي ترونش جويدة وحطيتهم فوقهم زينتهم من فوق كما ريتو شيف الصغيرون يعاون في ماما دونك. حطيتهم هذم كالكل كي من فوق وشنا اخر، ومن بعد ندخلهم للفور. انتم هنا تنجموا تحطوش، اللي يحب ما يحطش بصل ما يحطش بصل، يعني تنجموا تزيدوا وتنقصوا اللي تحبوا عليه. تنجموا تحطوا حبق اذا كان عندكم حبق، تنجموا تحطوا معدنوس، اللي يحب يحط سبناخ يحط، اللي عنده خضره مثل السفناري اي حاجه تنجموا تحطها. ما فماش حاجه لازمها نقول لك هذه اللي يلزم قواعد هكا تقول وقواعد ما تقولش بها، ما فماش. دخلت على الفور لين ترخات شويه كالخضره هذيك بالسخانه، ما تاخذش برشا وقت تبلش ترخى هكا. جبتها من الفور وحطيت فوقها الجبن نتاعي، تحطوا جبن موزاريلا، انا عندي جبن موزاريلا وكاتخ فرماج، خلطتهم مع بعضهم وحطيتهم من فوق. ومن بعد فوقها طبق، علاش خاطر انا فيسا فيسا مش ندخل الفور دونك مش يوصل شي حتى جوست يذوب لي الجبن وعاود نخرجه دونك. وندخلها الفور، نذوبوا الجبن وصحة وبالشفاء وجبدوا كلوا على ريحكم. بالحق فيسا فيسا ما تطيب، ومتاع انسان ما عندوش جو باش يطيب وما عندوش عشي دونك، هاي لف لف حاجة فيت في دونك. اللي ما عندوش صوص بيتزا يحب ولا ما يعملش صوص بيتزا ينجم ياخذ كل حكوك كذيك جوست هكا يعرجها شوية على النار يخليها تغلي شوية وبعد كي يستعملها. هاكم تشوفوا في الجبن كيفاش، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا، ان شاء الله افدناكم وان شاء الله نفيدكم في المستقبل. وما تنساوش تعملوا الاشتراك في القناه نتاعنا وتضغطوا على الجرس باش يجيكم كل ما هو جديد. ونختموها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دونك. بسلامه وان شاء الله في غصات اخرى جديده.